الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كعادتها مؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي فرع دارودنت تقوم بعدة أنشطة، منها أنشطة رعائية وأنشطة إغاثية. في إطار الأنشطة الرعائية هناك كما تلاحظون في الجدول الذي يسطر ذلك، هناك أضحية العيد، هناك القفة الرمضانية، هناك الإفطار الجماعي، هناك كسوة العيد، هناك المخيمات الصيفية والصبيحات التربوية والمساعدات الطبية ومحاربة الأمنية. في إطار هذه الأنشطة اعتادت مؤسسة السلام أن تقوم بحملة رعائية تتعلق بالتبرع بالدم، ونحن جميعا نعلم بأن المغرب يشتكي باستمرار عن نقص في الدم، وبالتالي على الناس أن يلجأوا باستمرار للتبرع، فهو أعتبره أنا من أخلص ومن أجمل ما يمكن أن يتبرع به الإنسان. في هذا الإطار اليوم تقوم مؤسسة السلام بالحملة 10 للتبرع بالدم بتنسيق طبيعة الحال دائما مع مركز تحقن الدم بتالودنت الذي يتشرف بتأثيره الدكتور الشقاوي. دائما بهذا التنسيق نقوم اليوم بالحملة 10 للتبرع بالدم، وتحت شعار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اليوم نلاحظ الناس يأتون تباعا ذكور وإناث للتبرع بهذا العمل الجليل وهذا العمل النبيل، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يتقي به ميزان حسناتنا يوما ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وشكرا على